شركة طيران أمريكية جديدة للكلاب وأصحابها بس، والتذكرة $6,000. بالمختصر، قدمت شركة طيران أمريكية نفسها كحل للمسافرين الراغبين بالاستمتاع برحلة أكثر سلاسة للكلب ولصاحبه، وصنفت نفسها على أنها شركة بتوفر أول تجربة سفر جوي بالعالم مصممة خصوصاً للكلاب. ومن المقرر أنه تنطلق أول رحلة إلها من المملكة المتحدة هيدا الشهر، ورح بكلف المقعد على متن الرحلة من مطار العاصمة الإنجليزية لمدينة نيويورك $8,000 لتذكرة اتجاه واحد، وبيتضمن مساحة لشخص وكلب وأكيد شنطة السفر. ومش بس هيك، رح بيكون للكلاب حرية التجول بقلب الطيارة كلها، ورح بيتأملها الألعاب والأكل الخاص ومنطقة لعب تشبه حديقة كلاب. وبس تنطلق الرحلة ب 28 أيار، رح تعتبر هالشركة عم بتقدم تجربة مختلفة تماماً عن غير شركات قدمت عروض متخصصة للكلاب. فهل ممكن أن نشهد منافسة جديدة بالجو؟ عنوانها مين أهم شركة طيران بتقدم خدمة سفر رائعة للكلاب؟